بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن. ازيك يا كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه نادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار النهارده اللي استمتعنا بيهم النهارده سواء في المباراه او بعد المباراه، كابتن شريف، تحياتي لحضرتك، كابتن اسامه عرابي، كابتن علي عبد الرحمن، كابتن احمد بلال. كل سنه وانت طيب يا كابتن. كل سنه وانت طيب يا كابتن شريف. كل سنه طيب يا كابتن. الله يخليك. كابتن ايمن، مباراه وديه. مباراة ودية، يعني الكل يقول لي المباراة ودية ما فيش فيها اختبارات، ولكن أنا شايف من وجهة نظري إن المباراة ودية النهاردة كانت في جزئين مهمين جدا كابتن أحمد، الناحية الفنية، الناحية الفنية هقول ليه الناحية الفنية النادي الأهلي النهاردة استغل النهاردة مسألة التسلل في 6 أهداف في الشوط الأول. دي مهمة جدا جدا، وكانت مباراة مهمة كمان للنادي الأهلي، إزاي النادي الأهلي النهاردة جاب 6 أهداف من ضرب مسألة التسلل اللي أيضا كمان جت بالفايدة على الحكم المساعد اللي هو كان عنده اختبارات النهارده كتيره جدا جدا كابتن ايمن. ده 6 اهداف هتلاقي اللي سابق بنص خطوه او اللي سابق بجزء، ولكن النهارده هو ده كان النادي الاهلي النهارده متميز في ازاي ان هو يعدي. دي من الناحيه الفنيه. الناحيه التحكيميه كمان مش بس 6 اهداف، الحكم المساعد النهارده عنده اكتر من 12 حاله تسلل في الشوط الاول، دي احصائيه. فبالتالي النهارده في اختبارات كمان تحكيميه مش بس للمباراه، ولكن من خلال الحالات هنقول كمان ونأكد ايه الحالات المهمه قوي قوي والصعبه اللي مر بيها الحكم المساعد رقم 1 و2 وحكم المباراه في احتساب ركله الجزاء اعتقد في اخر المباراه. نروح لطاقم التحكيم، هو كان صبري ابراهيم، محمد موسى، احمد عبد الباسط، ونشوف هنا الحاله الاولى معانا. سريعا هنمر على الحالات يا كابتن ايمن، مش هناخد كتير. الحالات كلها حالات مهمه جدا جدا. حاله من الحالات المهمه جدا دي يمكن في بدايه المباراه. نشوف تاني الحاله، نرجع يعني صبري انت واقف في تمركز جميل جدا جدا، ونشوف هنا طريقه الدخول هنا، وما فيش حاجه اسمها تحت فرصه في حاجه زي كده كابتن. الكره في نص الملعب يا كابتن صبري في بدايه المباراه، اجواء المباراه لابد انك انت لا تسمح ابدا هنا في مخالفه تستوجب البطاقه الصفراء. اعتقد النهارده هنا هو مشى اللعب وما حسبش كمان المخالفه، وشايف ان هنا في انذار كان يجب ان هو يشهر للاعب نادي الغابه. حاله من الحالات المهمه عند المساعد. قلنا شوف بقى هنا كابتن، احنا بنتكلم في نادي الاهلي النهارده ازاي اللعيبه كابتن احمد عندها اسلوب سريع في ضرب مسار التسلل. شوف كمان الحكم المساعد مر بتجارب مهمه جدا. حاله مركز غلط يا كابتن، من حالات مهمه بلال قال حاجه جميله قوي، معدي سابق شويه بس هو حظه حلو جاب القرار صح. صح، واحنا دايما بنقول الحكام مش كل مره يا كابتن بلال هتبقى سابق صح. او متاخر وهتجيب القرار الصح، هاخد القرار. ولكن هي الحاله هنا حاله مهمه، انا بقول ايه هنا حاله التسلل، هنا لا يوجد تسلل، ونشوف لاعب النادي الاهلي النهارده قطع حسام حسن ومر، والحاله حاله من الحالات السليمه للحكم المساعد. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. محمد هاني بيعدي بشكل جميل جدا وبيعمل الوان وخد التو، جميل قوي 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 انك انت تحط الكره ومحمد هاني جاي. نفس الحالات يا كابتن هنشوف بجزء صغير، والحكم المساعد هنا اعتقد يمكن كان افضل في التمركز. نشوفه المر برضه متاخر سنه، يعني سابق سنه يا كابتن بالظبط. احنا عاوزين ايه واضح ان هو ظبط نفسه على الخط. هو كمان لازم يكون الحكم يكون عنده كوانتر اتاك كابتن وسرعه، يعني خلي بالك ما تبقاش انت كمان ما عندكش القراءه. الحاله الثانيه برضك حاله من الحالات، محمد هاني عملها بشكل جميل جدا وتوقع وضرب مسار التسلل وراح. نمشي ونشوف هو هنا، نمشي خلاص نمشي ونروح نمر، ونشوف هنا حاله جميله جدا جدا، وقدر ان هو يعمل عرضيه ويستثمر الكره بتاعته وحصل منها ايه الهدف للاعب النادي الاهلي. نمر ونروح للحاله الثالثه. نفس الشيء انا كابتن ايمن قلت لك حالات كتيره جدا جدا الاهلي النهارده بيضرب، ونشوف نشوف 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 ها في تسلل؟ لا لا مفيش تسلل، حادي مغطي بجزء بجزء كل الاهداف وكل الشغل من عند هاني كل الشغل عند هاني. فدي انا بقول مباراه مش وديه، لا مباراه مهمه جدا، دروس مستفاده كمان للاعبين ازاي ان هم في مباراه رسميه لما يحصل الكلام ده كابتن شريف يقدروا ان هم يعدوا ويسجلوا. يلا خلينا نروح للحلقه اللي بعد كده. شوف نشوف الحلقه اللي بعد كده هنا. حاله مهمه جدا جدا، وهنا بقى بحيي الحكم صبري ابراهيم. انا بقول ان هو شارك في تسجيل هذا الهدف، كان ممكن اول ممكن يصفر على المخالفه. نرجع تاني ونشوف هنا في مخالفه للاعب نادي الاهلي، المخالفه موجوده من لاعب الغابه ستوب، كان ممكن هو يصفر ويقتل اللعب. هو هنا السمح باستمرار اللعب وادى الافضليه، وهنا جه هدف. وده دايما بنقول للحكام كابتن عادل انك انت بقى عندك قراءه، استنى شويه ما تستعجلش، يمكن يجي هدف وهدف. اعتقد هذا هدف مهم جدا جدا.
الحاله اللي جايه ونشوف هل هناك تسلل عند المساعد رقم واحد ولا لا. نشوف كمان بقول لحضرتك حالات مهمه جدا جدا جدا. يلا خلينا نمر ونروح تماما. ما فيش اي شبه التسلل وعملها بشكل جميل جدا، ولكن يمكن ما كانش موفق جدا ان هو يقدر يسبق ويحط الكوره. عندنا تقريبا حاله اللي هي ركله الجزاء كابتن ايمن، عندنا في بطاقه انذار، ما اعرفش الحالات معانا ولا لا يا شباب. لو مش معانا قولوا لنا. هنا هنا هدف جاي ايضا، هو سمح باستمرار اللعب. ونشوف كابتن ايمن، نشوف هنا، هي هنا طبعا ركله جزاء واضحه جدا جدا ان الحارس هنا لم ينجح في لعب الكره، وبالتالي المخالفه موجوده. وهنا لا تردد صبري ابراهيم فيه، ولكن انا كان حابب قوي انك انت ترجع تدي البطاقه، لان ده خطا بتهور. صح. بشكل عام دروس مستفاده كثيره كانت الاسامه، مش مباراه وديه بمعنى ان احنا بقى يعني نفك كلنا كحكام. النهارده الحكام كانت على مستوى عالي جدا جدا من التميز، وقدروا ان هم يهتموا ويركزوا، ودي كانت الدروس مستفاده. اتمنى الاداء ان شاء الله ان الاهلي موفق باذن الله في المباراه القادمه، كلنا بنقول يا رب، ويعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله ويكسب في المباراه اللي هي خارج ملعبه في بطوله افريقيا باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا خبيرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس. اشكرك يا كابتن. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي للمباراه الوديه بين النادي الاهلي ونادي الغابه، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 7-0. كل التوفيق للنادي الاهلي الفتره القادمه ان شاء الله. بشكر نجوم الكبار اللي شرفونا النهارده وامتعونا، كابتن شريف عبد المنعم الف شكر يا كابتن، نورتنا وامتعتنا. الف شكر كابتن ايمن، الف شكر. شكرا كابتن اسامه عرابي، امتعتنا يا كابتن. شكرا كابتن عادل عبد الرحمن، امتعتنا يا كابتن. اهلا بيك. شكرا كابتن بلال هداف، امتعتنا يا كابتن. الف الف شكرا يا كابتن. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.